Bonsoir tout le monde. Vous êtes avec le prof Farid dans le livre Al-Mufid en mathématiques, première année collège, la page 146. La page 146. Nous allons faire l'exercice numéro 1. Alors, il faut tracer un parallélogramme. Snarsmo. واحد المتوازي الاضلاع ا ب س د بحيث هاد التركه هي بحيث هادو هما الشروط ثلاثه الشروط خصهم يتحترموا نعم كنجيو كنديروا هكا الوسخ باش ما نغلطوش كنحطوها هكا باش ما نتلفوش هذا غير الوسخ ماشي صحيح ا ب س د ها الشروط كنحطوهم هنا ا ب كتساوي ا د كتساوي 7 سنتيم ا ب كتساوي 6 والزاويه ا ب س كتساوي 75 نبداو يا اما من هاد 6 يا اما من 7 اللي بغيتي غتبدا من 6 باش دير الزاويه باش تجيك ساهله دونك غادي دير قطعه مايله فيها 6 سنتيم يلا ارسم واحد القطعه هكا فيها 6 سنتيم سنتيم مضبوطه مزيان يلا خذ دابا المنقاله ودير 75 هنايا عندك تغلط الا 75 ماشي هكا كدير هكا غادي تجي لهنايا هانت دير المركز مع المركز والزيرو مع الزيرو صافي حطيتي مزيان ها 40 50 60 70 75 يلا تراسي دابا هاد واخا يكون طويل ماشي مشكل ودير فيه شحال هذا 7 7 سنتيم صافي تخي بيان الا كانت دير هنا 75 هاكاك سمي هادي ا كما هنايا بحال هذا نيشان ا بي سي دي سمي هنا ا بي انت لقيتي ال ا ولقيتي ال بي شنو اللي مازال لك سي والدي غادي تجي الا كانت هاد غير اسمع الا كانت هادي 75 حتى اللي قبلتها تكون 75 نعم 75 الا ضربتيها في جوج غتعطيك 150 360 الا نقصتي منها 150 لحقاش هما كاملين 360 صفر ناقص صفر صفر 6 ناقص 5 1 غتعطيك 210 210 خصك تقسمها على تقسمها على جوج باش تعطيك هادي وهادي شحال هي 210 على جوج هي 105 105 غاتجي دير هنا 105 يلا قاد هاد الزيرو هنا مزيان واطلق لا ماشي هي هاديك واك كرا عارف 70 ها 75 لا انا اقسم بدو من هنا منين تبدا ها الزيرو 70 100 110 ها 105 ها هي 105 هاي صافي تراسي هذا كيمشي ودير فيه شحال في الطول قد هذا صافي تراسي 7 سهلة التمرين لصق هذا معاه وهادي سميها بي ها سميها سميها دي صافي وانتهى التمرين صافي ما ناقص والو هو هذا صافي ما كاينش النقاش هذه 75 الا بغيتي تزيدها للاستاذ هذه 105 وهذه 105 الا جمعتيهم غيعطيوك 360 الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله لا تنسوا الابوني والاشتراك في القناه لا تنسوا دعم القناه وبارطاجيو القناه وبارطاجيو الفيديو تقدموا باي باي